تسجيل فرض رسوم جمركية على السلع الأوروبية والصينية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية قوبل بارتياح في أوروبا، ولكن لا يبدد كل المخاوف لدى أصحاب القرار الأوروبي الذين ما زالوا يعتبرون أن السياسة الحمائية الأمريكية تشكل خطرا على الاقتصاد الأوروبي والعالمي عبر إشعال حرب تجارية بين الأقطاب الاقتصادية العالمية الكبرى الصين، أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. القرار الأمريكي بتأجيل فرض الرسوم الأمريكية على السيارات الأوروبية التي تدخل أسواقها قوبل بارتياح على مستوى الأسواق المالية التي سجلت نتائج إيجابية بعد الإعلان في أهم البورصات الأوروبية وحتى الأمريكية. ألمانيا تعتبر من أكبر المصدرين للسيارات إلى الأسواق الأمريكية وستكون من أكبر المتضررين في حالة ما فرضت عليها رسوم جمركية، وستؤثر على الاتحاد الأوروبي بدورها للرد بالمثل وحث أوروبا على فرض رسوم على السلع الأمريكية أهمها الدرجات النارية ومواد غذائية وألبسة مشهورة، ونكون قد دخلنا رسميا في حرب تجارية. الاتحاد الأوروبي حاول منذ بروز النزعة الحمائية لدى الإدارة الأمريكية الجديدة أن يسرع في تنويع علاقاته التجارية عبر التقرب من الصين واليابان وبلدان آسيوية أخرى. التصريحات الأوروبية الرسمية تبدو هادئة وتطالب بالتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية لأن حجم التجارة بين ضفتي الأطلسي ضخم جدا إلى درجة أن المفوض الأوروبي المكلف بالتجارة تصرح بأنه في كل ثانية تحصل عملية تجارية بين أمريكا والاتحاد الأوروبي، وتعتبر أن التغيرات التي تحدث في التجارة العالمية تحتم على الطرفين التفاوض حول علاقات تجارية محددة للتوصل إلى إرساء ثقة متبادلة. التشنج بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بدأ مع انتخاب الرئيس الحالي الذي طالب بدفع أموال طائلة من الأوروبيين للمساهمة في مجهود الحلف الأطلسي، ثم فتح مع أوروبا أزمة التجارة الخارجية بعد رفضه لاتفاق الشراكة والاستثمار بين ضفتي الأطلسي الذي تم التفاوض حوله خلال فترة الرئيس الذي سبقه في البيت الأبيض. تأجيل فرض الولايات المتحدة الأمريكية لرسوم جمركية على السيارات القادمة من أوروبا يعطي فرصة للتفاوض بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا من أجل حل الخلافات وتفادي تصعيد مضر بالاقتصاد العالمي. لخض فرات لبرنامج أموال ومسارات من مقر المجلس الأوروبي بروكسل.